نص كلمة بقلم أحمد رجب. تنوعت أساليب الغش وتعددت، وأصبح هناك مثلا الغش الإلكتروني والغش باللاسلكي. وإذا لم تحصر وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وسائل الغش وهي بلا حدود، فلتكن كل الامتحانات شفوية. وبعض الجامعات في الخارج لا توجد امتحانات، ولأن الأستاذ يعرف مستوى الطالب فيقول له أنت راسب، فإذا لم يعجبه واحتج يدعو الأستاذ إلى الامتحان. أحمد رجب، أداء صوتي ياسر حماية.